صباح الخير طلاب صف التاسع، اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس اعضاء الحواس. رح نحكي اليوم عن درس الانف وحاسه الشم. في هذا الدرس سوف نتعرف الى حاسه الشم التي تعد من الحواس المهمه في جسم الانسان، اذ تساعد على الاستمتاع بالروائح العطره والتنبه للمخاطر مثل رائحه العفن، رائحه الدخان، رائحه الحرائق الى اخره. نتعلم في هذا الدرس بنية الأنف وشروط الشم وآلية حدوث عملية الشم وقوة الشم، كما نتعرف إلى مجموعة من المفاهيم الجديدة هما الغشاء المخاطي الأحمر والغشاء المخاطي الأصفر. في فصل الشتاء تكثر الإصابة بمرض الزكام، فيصبح جسم الإنسان غير قادر على تمييز الروائح نتيجة ضعف حاسة الشم عنده. من المسؤول عن هذه الحاسة؟ إنه عضو التنفس والشم هو عضو حاسة الشم الأنف الذي يتلقى التنبيهات الشمية ونميز بواسطته عن طريق المخ روائح الأجسام الغازية. إذن الأنف هو طريق وصول الروائح إلى المخ حيث نميز روائح الغازية. مما يتكون الأنف؟ بنية الأنف. في النشاط أتلمس أنفي لاستكمال الفراغات الآتية مستعينا بالصورة المجاورة. يقسم الأنف من الداخل إلى حفرتين أنفيتين بواسطة حاجز غضروفي بينهما. لكل حفرة أنفية فوهة أنفية تصلها بالوسط الخارجي كما وتتصل من الداخل مع البلعوم. نميز في كل حفرة أنفية ثلاث قرينات هي عبارة عن زوائد يبطنها غشاء مخاطي. نميز في الأنف الغشاء المخاطي الأحمر والغشاء المخاطي الأصفر. أولا الغشاء المخاطي الأحمر وله وظيفة تنفسية، يبطن أسفل التجويف الأنفي. إذا موقع الغشاء المخاطي الأحمر أسفل التجويف الأنفي، وهو غني بالأوعية الدموية والغدد المخاطية بالإضافة إلى وجود الأشعر. إذا الغشاء المخاطي الأحمر، هاي الصورة، هاي المنطقة، غشاء المخاطي الأحمر لونه أحمر بسبب وجود الأوعية الدموية وغزارتها فيه، كما يحوي على الأشعار ويحوي على الغدد المخاطي. في النشاط التالي عندي العمود الأول ولدي أيضا العمود الثاني. يجب أن نربط بين المفاهيم العلمية في العمود الأول وما يناسب من وظائف في العمود الثاني. ما فائدة وجود الأوعية الدموية في الغشاء المخاطي الأحمر؟ إنها تسهم حركة الدم في الشعيرات الدموية في تدفئة الهواء الداخل إلى الرئتين. إذن الدم يسخن الهواء الداخل إلى الرئتين. أما الغدد المخاطية فوظيفتها ترطيب الهواء وتنقيته. الأشعار الموجودة في الأنف أيضا وظيفتها تنقية الهواء من الغبار وأيضا من الجراثيم. نستنتج أن الهواء الداخل إلى الرئتين عن طريق الأنف يصل دافئا نقيا وأيضا رطبا، لذلك ينصح بالتنفس عن طريق الأنف والابتعاد قدر المستطاع عن التنفس عن طريق الفم. ننتقل إلى الغشاء المخاطي الأصفر الشمي. أنعم النظر بالشكل السابق وأجيب عن الأسئلة الآتية. أين يقع الغشاء المخاطي الأصفر؟ يقع الغشاء المخاطي الأصفر في القسم العلوي. هذا هو الغشاء المخاطي الأصفر، إذن في القسم العلوي وله وظيفة تنفس شمية. ما نوع الخلايا التي توجد فيه؟ هي خلايا حسية شمية. بماذا تتصل؟ تتصل أيضا مع العصب الشمي. إذا يوجد الغشاء المخاطي الأصفر أعلى التجويف الأنفي، يحوي على خلايا حسية شمية لها أهداب. تتصل هذه الخلايا بالعصب الشمي الذي ينقل السيالي الحسية الشمية إلى المخ. في النشاط الآتي سنتعرف إلى شروط الشم. لتكن لدينا مجموعة أدوات التجربة، لدينا عبوات بلاستيكية، قطع نقدية، وبعض المواد مثل النعنع والعطر المركز وأيضا الفريز. أتساءل هل لهذه المواد جميعها روائح؟ طبعا بالنشاط سوف نضع القطع النقدية، النعنع والعطر والفريز في العبوات البلاستيكية الشفافة المتماثلة والمغطاة، ونجرب هل نشم رائحة جميع المواد السابقة؟ هل جميع المواد لها رائحة؟ مواد ليس لها رائحة مثل الورقة، القطعة النقدية، الخشب،
نستخدم أيضا مروحة لتحريك الهواء أو قطعة من الكرتون. نقوم بوضع المواد التالية مثل قطعة النقود، النعنع، العطر، الفريز، كل منها على حدة في العبوات البلاستيكية، ونقوم بسؤال زملائنا: هل نستطيع أن نحدد ما هي المادة الموجودة في العبوة البلاستيكية وهو مغمض العينين؟ طبعا من خلال التجربة سوف نجد أن العبوة التي تحتوي على قطعة النقود ليس لها رائحة. التعرف إلى روائح المواد لم تكن بسرعة واحدة، حيث تم تمييز رائحة العطر بشكل أسرع من الروائح الأخرى. أيضا عند زيادة سرعة الهواء لم يتم تمييز الرائحة بشكل جيد. إذن لعملية الشم مجموعة من الشروط نتعرف إليها في الاستنتاج التالي: أولا، يجب أن تكون المادة غازية أو قابلة للتطاير أو للتبخر. يجب أن تكون قابلة للانحلال في السائل المخاطي أيضا للأنف، أن تلامس جزيئات المادة أعلى التجويف الأنفي حيث يتوضع الغشاء المخاطي الأصفر الشمي. أيضا أن يكون لها تركيز مناسب ويكون الهواء الداخل بسرعة معينة، يعني سرعة مناسبة. إضافة إلى ذلك يجب أن تكون لمخاطية الأنف رطوبة مناسبة. في حالة الزكام يصبح الغشاء المخاطي جافا. في حالة الزكام يصبح الغشاء المخاطي للأنف جافا في البداية ويصبح كثير الرطوبة في النهاية، لذلك تضعف حاسة الشم في أثناء الزكام. كيف يحدث الشم وآلية حدوث عملية الشم؟ نلاحظ الشكل الآتي ونتتبع مراحل حدوث عملية الشم ونرتب الجمل الآتي لنحصل على المراحل الصحيحة لآلية عملية الشم. طبعا لدينا أولا المادة ذات الرائحة هي الزهرة، تنبه الجزيئات. أول شيء يحمل الهواء الداخل إلى الأنف جزيئات المادة الغازية والقابلة للتطاير. ثانيا تنبه هذه الجزيئات أهداب الخلايا الحسية الشمية تنبيها كيميائيا. ينتقل هذا التنبيه إلى العصب الشمي، ثم العصب الشمي ينقل هذا الإحساس إلى أو هذه السيالة العصبية إلى المراكز العصبية ليحدث الإحساس بالشم. ما هي قوة الشم وما سبب اختلاف الكائنات الحية في قوة حاسة الشم؟ نلاحظ الشكل الآتي ونلاحظ عدد الخلايا الحسية الشمية، وهم بعض أنواع من الحيوانات. عندنا الكلاب ولدينا أيضا القطط، وأيضا نقارن مع حاسة الشم عند الإنسان. نلاحظ تزداد قوة الشم بازدياد عدد الخلايا الحسية الشمية، ونلاحظ أيضا أن القطط أقدر أو أكثر حساسية شمية من الإنسان، أيضا الكلاب هي أكثر حساسية شمية من القطط ومن الإنسان. إذن أي من الكائنات تتمتع بحاسة شم قوية؟ هي الكلاب. ما العلاقة بين عدد الخلايا الحسية الشمية وقوة الشم؟ كلما ازداد عدد الخلايا الحسية الشمية تزداد قوة الشم. إذن لماذا تكون الكلاب أكثر حساسية شمية من الإنسان أو تتمتع بحاسة شم قوية جدا؟ بسبب وجود عدد كبير من الخلايا الحسية الشمية تمكنه من شم رائحة الفرائس عن مسافة بعيدة. هلأ ما هي علاقة حاسة الشم مع الهضم ولماذا تسرع من عملية الهضم؟ أثبتت الأبحاث أن للشم أهمية كبيرة في تسريع عملية الهضم، وذلك تبعا للرائحة الشهية المنبعثة من الطعام، إذ تؤدي إلى زيادة إفراز العصارات الهاضمة. أنتقل إلى حل أسئلة التقويم. أعطي تفسيرا علميا إن الأغذية ذات الرائحة الشهية تسرع من عملية الهضم، علل ذلك لأنها تزيد من إفراز العصارات الهاضمة بالتالي تسرع عملية الهضم. علل ضعف حاسة الشم في بداية الزكام وأيضا في نهايته. في بداية الزكام يكون الغشاء المخاطي الأنفي جافا، أما في نهايته يصبح الغشاء المخاطي كثير الرطوبة. ينصح الطبيب عادة بالتنفس عن طريق الأنف لأن الهواء الداخل إلى الرئتين يصل دافئا رطبا وأيضا نقيا. أقارن بين الغشاء المخاطي الأحمر والغشاء المخاطي الأصفر من حيث الموقع. يقع الغشاء المخاطي الأحمر أسفل التجويف الأنفي، الغشاء المخاطي الأصفر أعلى التجويف الأنفي. الوظيفة: الغشاء المخاطي الأحمر له وظيفة تنفسية، بينما يكون للغشاء المخاطي الأصفر وظيفة شمية.
أصنف المواد الآتية في الجدول الآتي: مادة ماء نقي، زهرة الياسمين، قلم رصاص، مسطرة معدنية، لوح الصابون وقطعة النفتالين وعبة بنزين وأيضا عبة خل طعم. مواد ليس لها رائحة: الماء النقي، قلم رصاص، مسطرة معدنية، مواد لها رائحة: زهرة الياسمين، لوح الصابون، قطعة نفتالين، عبوة بنزين وعبوة خل طعم. إذا هذه المواد لها رائحة وبعضها ليس له رائحة. ورقة العمل: الشم والتذوق حاستان متصلتان اتصالا وثيقا، لدرجة أن التلذذ بالطعام إنما هو استجابة لإحساسات صادرة عن اللسان والأنف، بحيث لا يتذوق الطعام من كان مصابا بالزكام. ابحث في العلاقة بين حاستي الشم والتذوق وأثر كل منهما في عملية الهضم. كلنا يعلم أن حاسة الشم وحاسة التذوق تعطيني الروائح الشهية تسرع من عملية الهضم، أيضا المذاق الشهي يسرع من عملية الهضم، فإذا كانت المادة الطعامية ذات رائحة شهية أو ذات مذاق شهي فهي بتسرع من عملية إفراز العصارات الهاضمة وبالتالي تسرع من عملية الهضم، أما الروائح غير المستحبة أو غير اللطيفة فهي سوف لن تسرع من عملية الهضم. بتمنى تكون استفدتوا من الدرس، والله يعطيكم العافية وإلى اللقاء.